مساء الفل والهنا كل سنه وانتم طيبين احنا هسه ونبقى في العيد الكبير اه العيد اه طبعا كل واحد عنده العيد ده بالنسبه له اه ذكريات خاصه وقصص كتير ومش عارفه ايه لكن كلنا بنتلم حوالين فكره اننا هناكل ونغب في العيد في ناس بتحب اه بعد صلاه العيد اه والتكبير التكبيرات العظيمه اللي بنسمعها كلنا وكلنا بنحبها قوي يذبحوا يطبخوا يعملوا الفته ويغبوا وفي ناس تقعد في البيت في اليوم ده وفي ناس بعد شويه كده تنزل وتبتدي رحله رمرمه من اول وجديد فاحنا خدنا جنب الناس اللي هينزلوا ويعملوا رحله رمرمه ليه بقى رحلة رمرمة لأنه آه المفترض اننا في البيت هناكل بقى الحاجات اللي عاملاها ماما والاكل البيتي الفظيع والرقاق والمش عارف ايه والحاجات دي، لكن مش دايما اكل البيت مع عظمته بيقابل آه حته المغامره اللي عندنا اننا عايزين ننزل الشارع ونشوف الـ الـ الاكل ايه فين وناكل ايه صايع قوي وايه شقي جدا وايه آه يعني حرش وكده. وللعلم على فكره حكايه الرمرمه دي ما هيش خاصه بالمصريين بس شعوب الدنيا كلها عندها انواع مختلفه من الرمرمه وفي شعب يتميز عن شعب يعني انا فاكره ان انا كنت فاكره ان مصر فيها اعلى نسبه من الرمرمه لحد مثلا ما رحت امريكا وبالذات في نيويورك يعني في شوارع نيويورك اللي هي قريبه من المحلات والبنوك والشركات واينما يتواجد ناس كتير وموظفين طالعين نازلين ومش عارف ايه تلاقي كميات من العربيات غير المطاعم عربيات ماليه الشوارع فيها انواع من الاكل ما تخطرش على البال ليه ما تخطرش على البال لانه آه الاسباني واقف بعربيه المصري واقف بعربيه طبعا عربيات يعني في اللي واقف بفول وطعميه وفي اللي واقف بكشري وفي اللي واقف بفطير وفي يعني بيبدعوا المصريين هناك الاسبان بكل انواع شغلهم التراكوه وبكل انواع شغلهم الصينيين بكل انواع شغلهم فتلاقي الشوارع دي فيها تعدد رهيب من كل انواع الرمرمه بتاعت كل الشعوب اللي عايشه في امريكا احنا كمان عندنا رمرمه تخصنا ورمرمه صعب تتقلد زي ما اكتشفنا على مدى حلقات البرنامج ده ان الرمرمه بتاعتنا او الاكل عموما بتاعنا صعب يتقلد لانه صنعة ايد اللي واقف في المحل نفسه طيب نعمل رحلة رمرمة طب مين بقى اللي صاحبنا في الرحلة اللطيفة دي قلت أجيب حد من سني مرمرم زي كتير ولا أروح للجيل الزغنن الأمور الجميل وأشوف هم رمرموا لحد فين يعني إحنا خدنا ماتش الرمرمة وسكة الرمرمة الأخيرة والجيل الصغير ده مش المشوار كله ولا لسه هيكتشف حاجات اروح فين؟ اجي منين؟ قلت اروح اخبط على باب صاحبي وصاحبتي سمير ودلال واسالهم فين الصغيره؟ فين ايمي؟ اخر العنقود اللي انا هصطادها النهارده واقتنسها واظغطها واشوف هتصمد معايا ولا لا. بونسوار ايمي هلو هاو ار يو؟ ام فاين. الأخبار. مش محتاجه انك تزغطيني ليه انا اللي هضغطك اه تعالي نخش يعني يعني لبعض ماتش اه لا هتنبهري قبل ما اسال او اخبط قلت ايه يا جماعه هي ايمي بترمرم قالوا لي اه ده انت يعني جيتي للشخص علمت. الصح تقولي لا طبعا انا إيه ما, ما كانش ينفع تاخدي ما كانش ينفع تاخدي <applause> حد غيري في يعني دنيا ماسكه نفسها جدا مم. لا دنيا ما شاء الله جدا هادية وعقلة و انا بحب كل الحاجات اللي بتكون بره البيت ايه بقى؟ لانه نرجع ونقول ان السبب ان مامي مش تعمل يعني ملوخية بيضة <تصفيق> <تصفيق> يعني لونها سمو يعني دي مامي وبابي يعني حرام بيقوم كريم كراميل كده بيقوم أوه. انا لما بعرفش اطبخ بس يعني ممكن ابتدي يعني دلوقتي ها ابتدي اتعلم لكن يعني انتوا في البيت عايشين على الدليفري الاحراج ده قدام مش قدام الناس ليه ليه لا طبعا مامي ابتدت يعني السنه دي هو ابتدت ابتدت ايه كام سنه سنتين <تصفيق> 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 يعني الدنيا بقت جده ايه دلال بقى فابتدت يعني ابتدت بقى تعمل الملوخية اللي لونها أورنج يعني ابتدينا شوية آه بس طورت نفسها من الملوخية البيضة للأورنج آه ده, ده, ده حقيقي فأنا هاي ممكن هاي. أكون شوية طبعاً أكتر واحدة يعني بر أنا مش عارفة أقول برام رام دي, يعني دي دي الحلقة وأنا أدغى في الريف وهتلاقيها طول الحلقة برام رام فهي بر أحسن واحدة بيت رام هو أنا, <applause> يعني أنا إيالي كل الكلام اللي فيه آه يعني ده الحلقة نفسها اسمها الرم رام <applause> <applause> يعني بتجرحيني يعني يا مدام اسعاد فانا عمهم في الرمرام. فين آه عربيه كبده آه. آه مش هقول بقى اسمها عشان ايه ممكن ما تبقاش موجوده او اجيبها لك هنا اه يعني هي جنب بيتنا بشويه ايوه انت آه. آه تظبطي مع صعب العربيه عشان بزبر. يقدم عليك ايوه آه آه حواوشي كده يعني في السريع لا والله خدي يا عم محمد هات حواوشي كده. بتجيب بتجيبلك منين ما انا حوالك. مش عارفه الاسامي يعني عارفه الكبده منين بس انا انا فرفوره انت فم... بتطلبي ديليفري رمضان لا ببعت حد تحت البيت يعني مسيطره انا المنطقه خد بقى ايه يا <applause> هات هاتلي معاك ولكن عربيه الكبده دي بروح لها يعني حسب في بقى حاجات تانية برضو انا مش عايزه اقول اسامي بس يعني عربيه كبده عربيه السجق وال... اه الله, الله عجبتك قوي كويس عجبك عشتغل. قوي بقى والحاجات بقى انت تبع الحلو ولا الحادق, ولا الحادق ولا الحراق انا احب كل حد... حاجه حدتك انا يعني انا برنس الاكل للأسف. للاسف لا يا سلام آه. يعني مش شايفين تخن ولا حاجه لا لا ما تقوليش كده انا ما انا مشهوره اكيد <applause> 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 يعني ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني هتنبه طيب ليل ولا نهار ولا اي وقت في اليوم تقولي كده ايه ده عيب السؤال غلطت فيكي طبعا ليه؟ أهنتيني. لانه ليل ونهار <applause> يعني, يعني صباحي ليالي يعني, يعني والله النهار بحسه يعني مش الليل هو الهدف بحب اكل على فكره نهار وده المفروض ان انتي تحرقي وكذا ما بحرقش الحمد لله وباكل النهار وبدخن عادي بس النهار اكتر <applause> من الليل غفر <applause> عليه <applause> يعني انت ممكن تضربي أتصفيق رام, رام أتصفيق طول النهار مثلا وما تتعشيش عشان تنامي لا ما هو سيتي هتلحقي تتعشي فيه <applause> يعني هلحق لي اتعشى يبقى احط بقى ايش وجبنه كده لا خلاص ما انا بقى 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 الاكل اللي بتاع الشارع بيبقى ليه طعم كده وتحسي تحسي والله ريحته جت لغايه هنا انت يا حبيبتي يا, يا بنتي طيب فطاير اه فطاير آه. آه بحبها برضو حلو قوي اللي بال حتى اللي, بال... اللي بالجبنه وبال اه المشكل. وبالكاستر عادي لا بصي هتنبه هتنبه اخترتي الشخص الصح يا مدام اسعاد والله والله انا حاسه انك هتطلعي في حتت والله ضايعه وما تعرفيهاش خالص لا, لا اوعي تقولي كده والله اوعي تقولي تراهنيني اراهنك اوكي انا هاخدك في حتت خطر هتلاقيني انا خطر أخطر منك وحياة النبي هتطلع أتحداك خصاية و... أتحداك خلاص؟ وما سوشي وكده بقى لنا ميكس <applause> أنا بنت ناس وبي أنا كل حاجة أنا ممكن أعمل لك كل شيء تلاقيش طيب نبتدي بإيه؟ نبتدي بإيه؟ أنا عرفت هنبتدي بإيه؟ إيه <applause> هتقولي لي ولا هتفاجئ؟ هتفاجئ طبعا طبق و يلا بينا فراخ لحم ضاني ريش بتلو كله ماشي مع شعب أول حاجة بيعملها أول ما يقوم من النوم هنتغدى إيه النهاردة شعب شايف إن الأكل حياة متعة ويا سلام بقى لو نص خروف مندي مع السلطات ورز بالخلطة تبقى تعشت ويقعد شهرين مبسوط أو ربنا لهوي على الصينية شايفة يا إيمي؟ أنا حباها قوي مش كده؟ حباها مشاعرك طيبة أنا عايزة أقوم أبوسها كده لا وديك نايم في سلام آه يعني قاعد إيه في دعة لا وحضرتك مش واخدة بالك في بطة مقيلة على الجنب اليمين ايه اه يا حبيبه امي دي مريحه كده حبيبه طب شفتي الاثنين اللي, اللي عندي الناحيه تشيكن صغير وده حمام دا ولا ده ولا ميوز؟ ده لحمه بقى ان شاء الله ميوز ميوز وسمان سمان سمان, سمان ده لذيذ قوي ناخده لسمير واحنا مروحين برضه دي حل. احب اعرفك دي صنيه اسماعيل ياسين <applause> لما عفركوش جاله <applause> وقال له كل يا مصطفى <applause> <applause> آه ايوه صح فاكره العفريت يا مصطفى ايوه بالظبط مصطفى ده حطوا له الصينيه دي قوم بقى يمسك الفرخه من دول يعمل تقوم بيبقى حواليه دايما بنات بيقوموا كده ايوه هو مرقص حوالين الاستاذ وبيزلط حاجه ما تفهميش ده بيض ولا مشمش ولا بطاطس ما مش عارفه ايه هو اللي كان بيزلطه ده النبي يا محمد ابقى حط لنا المشهد ده اكمنه بقى حقيقه قدامنا مش اكسسوار اتقطع طبعا يرد عليك يرد عليك يرد عليك تتقطع طبعا يعني اصل حضرتك مش اي سؤال بصي بقى آه. على فكرة دي أكلة احنا مش عارفينها ما ده حقيقي بس احنا عاملين نفسنا <applause> يعني احنا <applause> قدام في الموضوع ايجيبشن لا يعني اسمها أنا مش عارفاه أول مرة أستاذ خالد أبو طالب اتفضلي قاعد كده متمكن قوي و... وعامل الجريمة دي واحد ساكت كده احكي لنا إيه ده ده فندم الشغل ده يعتبر شغل يمني آه قولي بقى بيتسوى إزاي؟ احنا بنعمل أفران براميل حديد تحت الأرض. م. تمام. في في, في الوسط بتاع الفرن زي حاجات سندات كده عشان نحط عليها الشبكة بتاعتنا اللي عليها الأكل، بعد كده نقفل الغطا فالنار بتطفي بتطلع بتنزل المية بتاعت اللحم على على النار. النار اتقفل أه. عليها فطفت. أه. القطر الدخان اخت... بقى اللي طالع من لما المدتط... أيوة بيعمل آه. ندى مندي ندى بيندي آه. بيعمل مندي بخار يعني بخار مندي كده نفس انت عارفه يا قروبه المندي أت... ها طبعا طبعا, طبعاً بتبقى دايما كده بنفس الشكل اتفضل وانا هكمل وانا هقول لك انا آه. انت غريبه آه. بيطلع بخار بيسوي الـ الـ اللحمه اه سواء كانت لحمه او رومي او بط او ايا كان بيستوي بالبخار اللون الاحمر ده بيجي ما انا بحط الخشب لان انا بسوي خشب مش بغاز الحديد ولا نار أوه. نار بتاعت زمان بالظبط نار خشب حطب يعني القطر بتاع الفرن الحديد اما بيسخن جامد بيديني اللون الاحمر ده ممكن سؤال الله يكرمك يا رب الرز اللذيذ قوي ده بيبقى كده تحس ان هو عليه زي صوص كده من غير ما يبقى عليه حاجه ليه بقى؟ بيبقى ايه من ال اه طبعا منه هو منزل ال اه طبعا يعني مش بتحطوا عليه حاجه روز لا 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 بس حاطط كركم اكيد طبعا لا لا كركم طبعا مفيش روز مع نفسه كده الكركم ده لون مفيش حاجه مظلظاه يعني مفيش شوربه مفيش لا مظلظ ده انتي هريتينا مظلظه خلاص بقى طب دوقيها ولا <applause> طب ثاني ثاني سيبها البطه ايه ده؟ ده صوص حرق, حرق. المفروض ان هو ده حرق شكله حراق لا انا ما عملتوش حرق بجد لا لا حضرتك راجل محترم والله العظيم انت واكله الاكل عشان الحراق ده مش مش طب انا هاكل من الاكل مش بس ايوه انت واكلاها قبل كده بالنسبة لها. للروش بالنسبه للبيبيليس اللي تعبت فيه <applause> بالنسبه للمانيكير هو انت ماله مال المانيكير والبيبيليس بصي لازم انا بصراحه هفقد مصداقيتي كفنانه لان هقعد بقى لازم تفسخي الديك صح هقلع دي بقى ايه لازمه الجزمه ايه مش عارفه لا انا يعني عارفه ايه ده معنى الموضوع في يعني فهو بصراحه يعني خلف معانا ملكه الرمرامه وملكه طب دي سلطه اه هو الدريسنج ده بتاع السلطه ولا لا. بتاع هنا لا يا فندم ده بتاع الرز ده ساقع اه ايوه هو بيبقى ساقع؟ لو الرز بيبقى سخن و... 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 والاكل ساقع لا ده دافي ده, ده دافي ده دافي اه لكن الدريسنج دون بتاع بتاع الرز بيتحط على الرز اه احيانا يبقى حامي لكن مش كله بيطلبوا حامي انت انت فين محلك ده اسمه ايه؟ الخيم المندي في كرداسه في كرداسه طبعا انت شغال اجانب يا رب يرجعوا اه لاقي زباين دلوقتي اه طبعا عندنا الحمد لله اللهم لك الحمد, الحمد يا رب لله خواجات في عرب وفي اجانب وفي اهل البلد في ناس من ولا انا ما سمعتش عليك ليه يا اخويا دا ده انت دا قريب مني اوردر دايما بيبقى ناس طالبه لما يبقى عندها عزومه وكده في ناس بتفضل تطلب حاجات مثلا انا عندي ديليفري وعندي تكاوي وما شاء الله يعني مشغل ديليفري وتكاوي وفي الصاله عندي حلوه قوي النمره بتاع. بقى بتاعتك يا عم <applause> هات <هذي> النمره <بتاعتك. تصفيق> طب دلوقتي وريني انا عايزه البطه والله العظيم نفسي في البطه أدي البطه تيجي نلعب افلام ما انا ما اصلي هيحصل دلوقتي مشكله هلو. يا عامله في قوي انت موتيني من الصبح قوي لا لا يا ماما بصي طيب تعالي بص. نلعب يا افلام اسماعيل ياسين هنفسخ هنفسخ <تصفيق> <تصفيق> استاذة يا استاذه هتخليني اعمل حاجه نفسي اعملها قدام اقل قدام الناس استني لا استني والله إل الله. العظيم لا كم معلش يا خالد لا اله الا الله ماشي يا خالد اتفضلي اعذرنا خدي بقى البطه انت اعملي فيها زي صلاح طبعا يا معاكي توكه لا حول ولا قوة إلا بالله جيب لها من دي بصي قبل ما أظفر أنا هعمل كده وأنتي بس خلي بشوفي في إكستنشن يلا إكستنشن إيه يلا عايزة تفسخي البطة لا إله إلا الله آه وأنا ماسكة الشعر الله. بسم الله الرحمن الرحيم أوعوا تنظروا لي في البطة انظروا لك ده عينهم جت ب... فسخ سينما لا لا سبيدة. انت داخله تقعدي عادي بقى ايه انا مسكت شعرك خلاص استني ما لك عشان حتى ال... شان مارش مارش الواحد بنت... لازم المنزر. 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 يا اسوح عليا لا، وعلى ابني دم... اه انت دخلت بقى المنظر السينمائي بص المنظر السينمائي هو ده بقى بتاع هو ده يا عيني يا يعني عم ده وفين الجواري؟ اين الجواري؟ بص بقى الورك يا امام <applause> <عدم> سعاد <جليل. تصفيق> ايه؟ الورك بتاع الديك ده دا بيبقى دايما حضرتك والله العظيم البطه اقسم بالله تحفه ده بتاع أيوة, عادل <applause> امام بص يا فندم كده اتفضل ده بتاع عادل امام في المتسول في المتسول ولا شعبان؟ خد حبيبي خد حبيبي دوق الجيب جميل وفي امريكا باين لا مش هلوه امريكا بخيطه عديلة عادل انا انا اسفه للجمهور انا اسفه والله جمهور العظيم انه هذا هو العيد لا أنا مش انت لقد عملت لنا العيد بص بقى <applause> انا ملاحظه ان الناس اللي ورا الكاميرا جعانين ولا ايه ملناش دعوه بيهم خالص ملناش دعوه قلقان ينظروا دي بقى اللي اللي كان صلاح احلام حياتي احلام طفولتي انا أفسخ الفرقه الصحيحه كده <applause> انا حبيت البرنامج قوي انتوا ما خدتونيش قبل كده كتير ليه برضو قطعتها حتت غبيه المفروض كلها زي صلاح منصور <تصفيق <تصفيق> الله لذيذه لذيذه إنها شو لحمها انها زغلوله في هنا ما مدام سعاد نعم في لحمه ماعز بقول لك ايه انت عالمي ربنا يخليك ربنا يبارك فيك يعني التواضع اللي انت فيه ده 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 مغرور جدا دي لحمه ماعز تحفه دي ماعز انا مستنيه الماعز برضه اه وفي هنا عندي سمان يا مدام يمين انا انا مدام وانا مش مدام انا موقف. طيب معلش انا مدام آس. انا اسف حل... آس. حلو حلو حلو, حلو, يا رب تبقى يبقى البطه وشها حلو عليا هبقى مدام يبارك. ان شاء الله <applause> بكره يبعتوا لي اوردر بقى يفتكروني في التمثيل فجاه وعايزين واحدة رفيعة يا سألتهم أمال أنا لابسة واسعة ليه يا أستاذة يا رخامتهم في البرنامج اللذيذ لا أنت برضو طفلة أنا ما مع... بيتهيألي خلاص دخلت خلاص طب بقى. استني عايزة أدوق الرز فين الصوص حضرتك؟ أه اللي هو ده ده, ده, ده أنا عندي منه قدامي أهو قدامي طب. طيب, طيب. بس مش كتير كده يا مدام سعيد. أهو حطيتي حراق جدا أنا مش حاجة أنت تعلمنا مش بقى يا خالد ما إحنا مش عارفين إحنا خواجات أه تصدقي لذيذ آه. بالصوص ما حطيتش الصصة مختلف قوي انك تاكلي رز عليه دريسنج ساقع شبه السلطة الصلط... الصل... السلطه يعني أوه. روح السلطه ما شاء الله الرز رائع ربنا يخليك رائع ما شاء الله والله دي طبعا. ايه الصوص ده معمول ازاي بص زفاره وحاجه دي بقى يلا عادي عادي دي طماطم مع خل مع توم فلفل اه اه كل بساطة لا في بقدونس ولا ده في بقدونس كده بقى على الوش طماطم يعني وتوم وبقدونس وخل آه. 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 وملح تمام فلفل اخضر كده حامي يا خالد لما انت بتعمل اكل مختلف كده مش شبه اي مطاعم تانية وبتعمل اكل يمن يعني له صفة كمان مميزة انه اكل دولة خاص بيها يعني يعني مش كومن في الشوارع عندنا ما بتفتحش افرع ليه حتى افرع انا عندي فرعين آه. كردسة. في كرداسة في كرداسة عشان قريبين من بعض أوه. آه. اه يعني اكتر من حد طلب مني ان انا اعمل في اكتوبر في 6 اكتوبر مدينه 6 اكتوبر في اسكندريه ده بالنسبه ل لبلدنا. ما تقدرش بس... تقدر لا يعني اقدر اعمل مطعم تاني بس انا, أنا بفضل تحت بيتنا. انا تحت بفضل بيتنا. اعمل مكان واحد بس م. مكان واحد يعني هتخلي بالك من الشغل صدقيني اي حد يبقى عنده مطعم لازم يخلي باله منه عشان الناس اللي شغاله بس هي. الناس اللي شغاله والنبي يا خالد بتعمل طبع. الحاجات دي كل يوم اه طبعا ما شاء الله والله العظيم انا ده. انا عايز طيب اشكرك ربنا والله العظيم عارف عايز اشكرك ليه؟ لانك حققت لي امنيه قديمه في حياتي ان انا امسك الديكه افرقعه كده <applause> <مسكت> بس الحمام عشان عليها, دي عليها بيو بيو يا خدي ده في حمام سمان يا انا ما كلتش ما كلتش سمان اكس لارج زي حمام خدي 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 ما تعيطيش اهي امسكي ومحشيه سمان دي دي سمان. سمان. محشيه محشيه رز صغيره اللي في ايدك دي سمسونه اتفضلي يا اه الهي ايه مش معقول دي عيب الخير اصحابك يخلفوا بقى وانت العيال تيجي لك انا بنت ناس باخد كده بس وباكلها كده لا إلا, الا الله يعني يا ايه دلال امايلك يا دلال انت وسمير اهي حملنا من حاجات هي اه دلال لو بتعرفي تعملي انت المان دي اقسم بالله ما كنت نزلت من الله البيت الله على السمان يا نهار احوس لذيذ الله. كده ملح لذيذ مظبوط الله على الجمهور يقعد يقول لك ايه اسعد يونس عامله البرنامج ده عشان تاكل ده مش عشانكو ده حقيقي وضحي حقيق. بقوامي حقيق. عشانكو ده حقيقي انا متضايقه ان حضرتك يعني ايه مش واخداني معاك على طول عشان عيونكو اعمل اي حاجه <applause> ازور اطلع يا ابني فاصل فاصل بقى حاجة نحبس مفيش حاجه ساقعه ولا ميه ضغطي وجهي اطلع فاصل يا استاذ محمد الهي استورك المره دي بطلبها منك بصراحه بس يا خالد <applause>